مساء الخير احبائي واعزائي، وكل عام وانتم بخير مع قناتكم قناه الملكه والامير. انا مش عارف، كل شويه غضب وزعل ونرفزه على حاجات طبيعيه جدا بتحصل في اي مكان في كل الدول. هناك شباب من كنيسه مريم مرقس ببني سويف بيشاركوا اخوتهم المسلمين مبارعة عيد الفطر المبارك، والا انه صدرت هاشتاجات وانتوا ايه اللي دخلكم في دنيتنا وايه اللي دخلكم في عيدنا وكل الكلام ده، وتحت رعاية نيابة الانبا الحبر الجليل الانبا غبريال اسقف بني سويف وباشراف القمص اشعياء ديماس والقس مرقس سموئيل والقس مقاريوس عدلي، ودور رعاة كنيسة الشهيد العظيم مريم مرقس بمقبل بمدينة بني سويف. وصدم الجميع ما حدث، قام صباح اليوم شباب وشابات الكنيسة بتوديع الهدايا والبالونات والشوكولاتة والورود عبر الأطوار من الإخوة أو على الإخوة المسلمين عقب نهاية صلاة عيد الفطر، وذلك أمام كنيسة الشهيد العظيم ماري مرقس بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف، مشاركة من آباء وشعب وشباب الكنيسة للإخوة المسلمين فرحة لعيد الفطر المبارك. وقال القمص أشعياء ناس راعي كنيسة الشهيد العظيم ماري مرقس مدينة بني سويف إن المبادرة تمت تحت رعاية نيابة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وبإشراف آباء الكنيسة، حيث حرص شعب وشباب الكنيسة على مشاركة الإخوة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال بتوزيع هدايا عليهم عقب نهاية صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك أمام الكنيسة. وأشار القمص ديماس بعلاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف، داعين الله أن يحفظ الله مصر وشعبها بصلوات نيابة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتحت رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبصلوات غطى قداسة البابا تودروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسين. وجاءنا أيضا خبر مؤلم، توفوا داخل بلوعة صرف صحي تبتلع 4 أشخاص بينهم 3 إخوات في الفيوم صباح عيد الفطر. شهدت إحدى قرى مصر في الساعات الأولى من صباح عيد الفطر أمس الأربعاء حادثا أليما، إذ ابتلعت بلوعة صرف صحي 4 أشخاص بينهم 3 إخوات. الحادث وقع في قرية سينرو التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم جنوب مصر، قبل أن تتلقى السلطات بلاغات من الأهالي تطالب بسرعة إغاثتهم لانتشال 4 أفراد سقطوا في بلوعة صرف صحي، حسبما ذكرت لنا المقال أو الجريدة أو قناة الملك والأمير. وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص سقط أولا في البلوعة، وعندما حاول شقيقاه إنقاذه سقط معه، ثم حاول غيرهم التدخل لإنقاذهم سقط معهم، ولم يتمكنوا جميعا من الخروج فتوفوا داخلها. رحم الله إخوتنا، ونقول الله يسامح اللي كان السبب بهذه الألام زنا. بعد استهدافهم بضربة جوية إسرائيلية منهم من هم أبناء زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ذكرت وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية الأربعاء 3 من أبناء زعيم حركة حماس إسماعيل هنية استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أن حازم وأمير ومحمد هنية أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة استشهدوا، و3 من أولادهم في قصر إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ولفتت الوكالة إلى أن القتلى هم حازم إسماعيل هنية وابنته أمال وأمير وابنه خالد وابنته روزان ومحمد إسماعيل هنية. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استشهاد 3 من أبنائه في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، وقال إن مقتل أبناء لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار. وأضاف مطالبنا واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو يعتقد أن استهداف أبناء
في ذروة المفاوضات، وقبل أن يصل رد الحركة أن هذا سيدفع حماس إلى أن تغير موقفها فهو وهم. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل 3 من أبناء هانية زعما أنهم كانوا يقومون بنشاط إرهابي. قال الجيش والشباك في بيان في وقت سابق من اليوم الأربعاء بتوجيه من عامل مخابرات الجيش الإسرائيلي الملعون والشباك، قصفت طائرة سلاح الجوي الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة، كما قالوا الإسرائيليون. وادعى الجيش الإسرائيلي أن النشطاء الثلاثة الذين تم قصفهم مع أمير هنية هم أمير هنية قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، ومحمد هنية ناشط عسكري من حماس، وحازم هنية وهو أيضا ناشط عسكري في منظمة حماس بحسب البيان. ومن هم أبناء هنية الثلاثة؟ يبلغ حازم هنية 30 سنة وقتل خلال الغارة الإسرائيلية ربقة ابنته أمال، ويعتبر الابن التاسع بين أبناء وبنات إسماعيل هنية. وقد ترددت أنباء عن استشهاده في بداية الهجمات الإسرائيلية عن على القطاع، لكن سرعان ما تبين عدم صحتها. وتصاعد اسم حازم العام الماضي بعد الكشف عن وجود اسمه وزوجته وبناته الثلاثة ضمن قائمة المسجلين للسفر لتركيا، حيث أقيم من أبناء إسماعيل هنية وقيادات باردة في الحركة بالخارج. أمير ومحمد هنية الأول يظهر شقيق وحازم بعام واحد، وسقط ضحية الغارة الإسرائيلية ربقة ابنه خالد وابنته روزان، وهو العاشر بين أشقائه وقليل الظهور والمشاركة على موقع التواصل الاجتماعي بها. استشهد شقيق محمد وهو أعزم خلال الغارة ذاتها. دون علم نتنياهو بما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 من أبناء زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في غارة جوية على غزة دون استشارة كبار القادة أو الزعماء السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب وكالة والا الإسرائيلية للأنباء، نقل على مسؤولين إسرائيليين كبار أنه لم يتم إبلاغ نتنياهو ولا وزير الإسرائيلي يؤاف حالانات مسبقا بالضربة التي تم تنسيقها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الشباك وفقا لوكالة رويترز. وأضاف أن أميرة محمد وحازم هنية تم استهدافهم كمقاتلين وليس لأنهم أبناء زعيم حماس، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقرير التي فيها مقتل 4 من أحفاد هنية. وأشارت رويترز إلى أن مقتل أقارب هنية أدى إلى إضافة تعقيد محتمل للمفاوضات المرتقبة بما يتعلق بمساءلة وقف إطلاق النار في غزة مقابل عودة الرهائن الإسرائيليين 133 الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة حسب المزاعم الإسرائيلية. وتزايدت الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار مع دخول الحرب شهرها 7، لكن لم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المحادثات. ربنا يرحمنا جميعا. شكرا ليك، لا تنسى الشراكة بالقناة وقناة الكوري.